مساء الخير واهلا بحضراتكم. مشاكل الكنيسه في المهجر لم تنتهي بعد. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم. الموضوع ده احنا اتكلمنا عليه مرات عديده جدا وحلقات كتيره جدا عن ازمه كنيسه الملاك ميخائيل ومارجرجس بفيل جويس بفرنسا. انا هبتدي معاكم الموضوع بالاعلامي حمدي رزق، كان مستضيف قداسه البابا طوادروس الثاني العام الماضي، وكان بيتكلم معاه على مشاكل المهجر وقال له في مشاكل في استراليا وامريكا وفرنسا، تحب يا قداسه البابا نبتدي بايه؟ فقال له طب انت تقول انت نبتدي بايه؟ فقال له فرنسا. يا الاعلامي الكبير حمدي رزق قال له فرنسا. فالبابا كان منزعج جدا بشعب فيل جويس، كان واقف على الرصيف وبيقول في الميكروفونات الحاجات دي، وقال البيوت اسرار وما ينفعش يطلعوا بره على الرصيف، وكان منزعج من الشكل العام. ده مش موضوعنا، بس كان في نهايه اللقاء قال له هحلها، بمعنى ان ازمه فرنسا او ازمه كنيسه فيل جويس هتتحل. ده كان العام الماضي لو تفتكروا. عدت سنه اهو وما اتحلتش اي حاجه. الاعلامي حمدي رزق كتب مقالين، المقال الاول بتاريخ 23/10/2021 والمقال الثاني بتاريخ 11/11/2021. الاولاني كان رساله الى البابا طوادروس والثاني محبه في قداسته. النهارده هنحلل بعض الامور في المقال الثاني لانه كان تبع انصار نيافه الانبا مارك. النهارده هيكون مشرفنا ونورنا في الحلقه الكاتب جرجس بشرى. انسى بحضرتك الاعلامي الكبير حمدي رزق كتب بتاريخ 11/11/2021 النهارده يعني محبه في قداسته، ده عنوان المقال ده في مصر اليوم. تمام. حضرتك قريت المقال؟ طبعا. ايه رايك فيه؟ يعني انا قريت المقال صراحه وانا يعني احيي الصديق والاخ المحترم الاعلامي حمدي رزق، لان الرجل كان محايدا في مقاله. وفي الاول نشر رساله من ابناء الراهب ابراهيم البرموسي حوالي اسبوع. وبعدها هجموه انصار نيافه الانبا مارك، هجموه هجوما عنيفا وتعرض لحملة، يعني كان فيها وصلت للشتائم. لأنه بس عرض رسالة من رسائل أبناء شعب ما يطلقون عليه شعب الرصيف اللي هو أبناء كنيسة فيل جويس بفرنسا. تمام. وتشاء الأقدار إن اللي شتموه هم اللي يطلعوا يجروا عليه ويقولوا له ما لازم تعرف الحقيقة وكذا وكذا. قال لهم الراجل طبعا المفروض لما نشر لدول لازم من الحياديه انه ينشر للتانيين زي ما يعني ياخد الرساله وينشرها. تمام. فعلا واحد اسمه فيبيان اللي هو على صفحته بيتم افظع عمليه شتائم لشعب كنيسه فيل جويس والتهمات وتحريض ضد الراهب ابراهيم ووصف شعب الرصيف بانه مواطليه وهمك وانهم يعني التظاهره بتاعتهم مثل تظاهره الرابعه العدويه، يعني شبهوا التظاهره بانها تظاهره ارهابيه. تشاء الاقدار ان هو الاخ ده اللي بعت له الرساله خدها طبعا الاعلامي حمدي رزق بكل ادب، يعني ما هموش الشتايم مع انهم شتموه ولكن بادب نشر لهم اللي هم عايزينه من دافع مهنية الإعلام. تمام. نشر لهم رسالة ولكن كان ذكيا في العنوان. قال محبة في قداسته. خلي بالك العنوان ده ذكي ليه؟ محبة في قداسته. العنوان ده ذكي ليه؟ لأن البابا يطلقون عليه أنه بابا المحبة. وهو يطلق يتكلم كثيرا عن المحبة في كثير من الأمور، ولكن عمليا في الرعاية هناك إبراشيات تم تدميرها تدميرا، يعني دمرت. يعني فين المحبة؟ هو وضعه في محك اختبار للمحبة عمليا ما بين الكلام وما بين الفعل. فعل. تمام. هل بالفعل هتستجيب للناس الغلابة دول؟ فيما معناه يعني هو ما زال في فكر، ده تحليلي أنا. الإعلامي حمدي رزق مشكلة أبونا إبراهيم برضه بيقول له محبة في قداسته، يعني تغاضى بقى، يعني في ماشي الموضوع بقى بالمحبة يعني. يعني كنت انت بتقول محبة الراهب ده بعتنا رسالة والناس قالوا مشاكل وموثقة. لو في محبة طبق المحبة صح.
هو كتب مقدمة، المقدمة دي تعبر عن رأيه الشخصي. تمام. أما الرسالة فتعبر عن رأي فابيان فابيان اللي هو التابع لمين؟ للأنبا مارك. اقري عشان نحلل كلمة. ماشي يا جماعة، أول المقال بيقول باركوا لعنيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. اسقاط رهيب. بيقول للبابا حتى لو كانوا بيسيئوا إليكم. انت باركهم واحتويهم. يعني لو أولاد الرصيف دول بيسيئوا إليكم. ذكاء. ذكاء فعلا لما دخل الدخلة دي. صح. وبيحرجوا بيحطوا في موقف محرج. صح. بيقول له انت بتتكلم باركهم محر. حتى باركهم. ده السيد المسيح قال باركوا لعني. دول بيقولوا يعني هتلاقي في الرسالة بيقول ده بيشتمونا. وصلوا. وصلي لهم بدل ما انت بتقمح فيهم. صلي لهم لاجلهم وبيتشوهوهم. بالظبط. صلوا من اجلهم. ايه يعني بصراحه بالظبط يعني ايوه طبعا. لا هو جابها تعبير دقيق للحاله، وصف الحاله ككل. كملي. شوف بقى يا استاذ جرجس بدايه المقال كتب ايه. لا تزال تداعيات استبعاد الراهب القمص ابراهيم البراموسي من الخدمه في كنيسة الملاك ميخائيل ومير جرجس بحي فيلجويف بالعاصمة الفرنسية باريس، وعودته إلى دير براموس بوادي النطرون لا تزال صاخبة ومختلفا من حوله. نشرت رسالة لمجموعة الرصيف تطلب لقاء قداسة البابا تودرس في القاهرة، فغضب الكثيرين. غضب الكثيرين. وكان في تجاوز، وكان في تجاوز من بعض منهم. وبعد تلقيت رسالة تحمل عتابا مقبولا من الصديق فبيان. صديق فبيان دخل وبيقول له عتاب. انشرها وبعدها نغلق الملف لانه في اياد امينة قداسة البابا تودرس الثاني خير مؤتمن. هو قال بعد المقال ده خلاص مش هكتب تاني خلاص. هو كده نحل الحتة. قفل الحتة دي. هو هنا يعني الاعلام حمد رزق بيوصف ازمة فيرجويف على انها استبعاد. استبعاد. قال لك استبعاد. استبعاد. لا مش رجوع للدير. لا استبعاد. لا. هو توصيفه دقيق. بالزبط. استبعده. استبعده. أيوة. وبيقول تلقيت هجوما بعد نشر المقال الأول. من أنصار الراهب. تلقيت هجوما. وكلموا صديق يعني فيما معنى اسمه فابيان. وطبعا الإعلامي حمد رزق يعني ما يعرفش ان فابيان ده. هو شخصا وهميا. اسمه مستعار على الفيسبوك. وبالتالي الكلام اللي هيقوله كله يفتقر الى ايه؟ المصداقية. صح. ليه؟ لانه شخصا مستعارا، وبالتالي كل كلمة هيقولها في المقال في الرسالة اللي هو في بياندا اللي تابع للأنبا مارك سيكون مشكوكا في مصداقيتها. لأنه لم يكشف عن اسمه الحقيقي ولا يكشف عن هويته أو صورته. صح. في المقال. وبالتالي ده كلام ولا لم حمد رزق لو يعرف أنه هو شخص مش حقيقي ما كانش خد الرسالة. الأستاذ محسن في الأولاني عارفين اسمه وصورته. بالظبط. كان خد المقال الأولاني. طيب قال إيه بقى؟ خلي بالك في جملة يعني قبل ما نبدأ. تفضل. هو برضو بيحرج البابا بشكل مؤدب. بيقولوا في الآخر والأول احنا فايق امينة. الموضوع هو رمى الكرة في مين؟ البابا. ايوه. واعتبر ان البابا ده امين. يعني لها يحابي. بالظبط. الاسقف اسقف باريس مش يحابي. ولا يحابي الراهب. في حاجة. ولا يحابي انصار الانبا مارك. ولا يحابي انصار. هو قصد حضرتك هو عرض الرسالتين والبابا تودرس بقى شاف الرسالتين. واعتبره هو بيفترض فيه انه امين. وبالتالي مش هيظلم الراجل ده. بالظبط. وده اللي احنا منتظره من البابا. بالظبط. فمن اتفضلي كملي. كتب بقى مين اللي كتب عشان بدقه ده دلوقتي في بيان. يعني هو دلوقتي بينقل رساله في بيان. يعني في بيان دلوقتي اللي بيتكلم. اتفضل. بيقول انا ابن من ابناء الالاف من اقباط ابروشيه باريس بفرنسا. تمام. والذين يحاولون ايجاد مبرر لما نشرته في رساله وصلت لكم من باريس عن ابروشيتنا وبدون دليل. هو قصده على الرساله الاولانيه. فنحن شعب يحبك ويحترمك ونثق في حضرتك، ولكن فوجئنا بالرساله عند قراءه مقالكم اللي هي رساله الاستاذ محسن الاولانيه. احنا هنقولها. خلي بالك. هنا بدايه القصيده كفرا. كفرا ليه؟ بيقول يعني واحد بيقول لك ايه ان هو مش لا في يعني دلوقتي يعني
أنا دلوقتي لما أجي أتكلم حاجة عشان أبدأ بمصداقية. ده هو بادئ القصيدة كفر اللي هو مين؟ فيبيان. وبيقول دون دليل. أيوه إحنا نشرنا الأدلة كاملة لهجوم أنصار الأنبا مارك على شعب الكنيسة وعلى الراهب فريم وطلبوا من محاكمته ووصفوا شعب الرصيف بأنه معوطلية وهمس وجابوا البوليس وضربوا مرتين. سيدة مرتين وضربوا سيدة سيدتين كمان مش واحدة أو سيدتين ووصفوا التظاهرة بتاعتهم بتظاهرة رابعة يعني تظاهرة إرهابية. ده كلام لا هو بيشكك كمان في مصداقية الإعلامي حمدي رزق يعني بيقول أنت بتكتب من غير دليل خلالك أدب حمدي رزق يعني ما ردش على الحتة أنا قالها زي ما هي زي ما حذفهاش بالظبط. شوف بقى يا استاذ جرجس البدايه بقى قال ايه تاني بقى قال اسالك فيبيان بيسال العلامه حمدي رزق بيقول له ايه بقى بيقول له اسالك كل لي كيف يحل البابا المشكله وهم على الرصيف يتجاوزون في شخص قدسته والمجمع المقدس باكمله كيف يحل البابا وهم يشترطون رجوع ابونا ابراهيم مطبقا ناخد حته حته في الاول بيقول له كيف يحلون وهم ايه يعني فيما معناه يعني ازاي البابا يحل المشكله ايوه هما بيسيئون اليه وهما بيسيئوا للبابا وبيشتموا في المجمع المقدس كله. خلي بالك فيبيان ده وقع في خطأ جسيم اللي هو التعميم بالظبط طبعا لانه بيقول ان شعب الرصيف شتم المجمع المقدس كله 130 اسقف يجيب لنا دليل ان هما ذكروا 130 اسقف شتيمه شتموه حصلش لو هم قالوا الا قالوا فين المجمع المقدس ما بيتكلمش بيستنجدوا بيه كمان وبيستنجدوا بيه للسلطه العليا لاعلى من سلطه البابا بالظبط فهل ان هم لما يستنجدوا ده حاجه غلط يعني يستغيثوا وفقا لقوانين الكنيسه بالمجمع المقدس يبقى غلطوا يعتبر شتيمه لا دي اول غلطه وقع فيها مين في بيان التعميم وللعلم تمام هذا المقال اللي كتبه في بيان هو الذي أملاه عليه نيافة الأنبا طبعا طبعا لأن استحالة في بيان يكتب هذا الكلام من نفسه إلا دون أخذ موافقة من الأنبا مارك والأنبا مارك يبعته للبابا والبابا يبعته للأنبا مارك بالموافقة والأنبا مارك يبعته لفيبيان وفيبيان يبعته لمين؟ للعلامة حمدي رزق بالظبط هي دايرة كده بيمشوا دايرة كده كل يعني واحد يعرف يقول ايه برافو عليك هي احنا كشفنا. طيب هو هنا بيتهم شعب رصيف او الناس هم بيتجاوزوا على رصيف ان هم بيشتموا خلي بالك بيتهمهم كلهم وهنا تعميم مثلا لو واحد او اتنين اخطا مثلا او عاجة خلي بالك نحن هنا يعني مش كلهم اولا ان كان احنا مش في يعني ان قلنا انه ليس لنا خطيه لا طبعا فنضل انفسنا لا طبعا كل اللي على الرصيف هل كل اللي على الرصيف شتموا البابا تقدروس لا طبعا ممكن واحد يكون سوري في غضب او حاجه او في حاله غضب مثلا قال كلمه لكن هل كلهم شتموا البابا لا طبعا ما حصلش شتيمه ده بيصلوا بيرنموا من اجل البابا وبيرنموا وبيرفعوا يعني بيطلبوا مطالب مشروعه وبيقروا رايه الانجيل وموقفين وبيترنموا يعني يبقى بالتالي يجيب دليل ان كلهم شتم كلهم بالظبط مش هيعرف ويقولوا لنا قالوا ايه بالظبط قول الشتامي لكن تجيب لي واحد اتنين احنا مش في مدينه ملائكيه صح ده البابا بيخطئ والاسقف بيخطئ واي حد بيخطئ احنا مش وكل واحد مسؤول عن كلامه لكن في المجمل هم اخطاوا لا مجملهم لم يخطاوا في حق البابا صح ولا في حق المجمع المقدس ولا في حق الاسقف يا ولا في حق الاسقف ده ولا ابونا بالظبط يعني تمام بيقول ايه بقى بالنسبه لمجموعه الرصيف فنحن نحبهم لانهم ببساطه منهم اخواتنا واصدقائنا وعشره عمرنا ولكن صعبان علينا ما يفعلونه ثانيه ازاي يحبوهم وبيشتموهم وصفحه في بيان دي في بيان دي عباره عن منصه لشتيمة الراهب إفرايم الفاظ لا تليق لدرجة انهم طلبوا من حكمته وشعب الرصيف بأكمله وعلى صفحته أهانوا شعب الرصيف وقالوا الستات انتوا مالكوش راجل يلمكم دي الفاظ ناس متربية دي كانت رهيبة دي الفاظ ناس متربية وانا احط لكم الحاجات دي دي الفاظ ناس مين اللي بيشتم هم هاتوا لفظ قالوا شعب يعني ابناء الراهب إفرايم قالوا كده شعب ال مش لاقيين حد اللي وقالوا كلام وحش جدا وقالوا دول الواقفين زي تظاهرة رابعة التظاهرة بتاعته
وشبهوهم بعبادة الشيطان كمان، وشبهوهم بعبادة الشيطان ده يعني، وخرجوهم من العقيدة بالظبط. أنصار لمبة مركز انت هتشوف دلوقتي، هتشوف دلوقتي قال ايه. يبقى الراجل ده بيكذب بالظبط وبينشر كذبا، وبالتالي كان لازم علينا ان احنا نرد بالظبط. بيقول ايه بقى؟ صعبان علينا شعب أبروشية بأكمله آلاف من الأقباط. يعني هو هو هنا بيتكلم نيابة عن مين؟ عن الآلاف بقى. هو الآلاف. هو نائب يعني عن الآلاف. هنا بينوب على... طب هل يجب لنا التوكيل انه موكلون يتكلم نيابة بالزبط. نيابة عن؟ يعني انت احنا عملنا استبيان طلع 1200 واحد من فرنسا بالظبط، عايزين رجوع ابونا ابراهيم، عايزين رجوع ابونا، واللي مش عايزين رجوع اللي هم تابعين للاسقف 58 واحد، 57 او 58 واحد، يعني فين بقى فين واحد. الالاف بتوعكم دول مش مهمش يعني. يبقى الادله تؤكد ان كلامه مش مظبوط. هي هتيجي احنا دلوقتي من داخل الموقع اللي عملنا عليه الاستفتاء يا جماعه، وكان السؤال هل توافق على عوده الراهب ابراهيم البراموسي الى خدمته في فرنسا. طبعا احنا كنا عاملين حلقه قبل كده وكنا قايلين اخر النتيجه ايه اللي توصلنا ليها، بس احنا النهارده بتاريخ السبت 13 نوفمبر 2021 وطبعا كل شويه الرقم في ازدياد، فاحنا هننزل نشوف النتيجه. وافق 1215 صوت بنسبه 94.4%، لا اوافق 57 صوت بنسبه 4.41%، غير مهتم 20 صوت بنسبه 1.55%. دي كانت اخر النتيجه، واحنا بتاريخ النهارده اهو السبت 13 نوفمبر، عشان انا دلوقتي بسجل حلقه، فده اخر نتيجه للتصويت يا جماعه. تيجي الحته اللي جايه دي بقى، بيقولي بقى ان نرى مجموعه لا تتخطى 15 شخص تقف على الرصيف تتظاهر ضد الكنيسه وتطالب بخروج اب راهب من ديره الى العالم. ثانيه بس، اللي الاصول ان هو مثلا العالم 15 شخص. معنى 15 يعني. اولا هو هنا عايز يسفه من الازمه، وهم الناس دي مفروض يقروا ويكونوا عارفين قوانين الكنيسه، يعني ضربها في العدد. هم يعني كام واحد يعني العدد. هم كام واحد يعني اللي واقفين، ممكن يعني ممكن الكنيسه كلها تقف علشان واحد. صح، ده السيد المسيح جاء لاجل خلاص الخطاه، يعني السيد المسيح ساب الغنم كلها. السيد المسيح له كل المد، لما جه قال جئت لا اطلب خطاه لا ابرار. صح. او لا ادعو خطاه لا ابرار الى التوبه. والسماء تفرح بخاطئ واحد مش 15، دول لو خطاه انتوا تسعوا تجيبوهم تحلوا مشكلة. لا هو عايز يقول للبابا دول قلة، يعني عملوا لنا دوشة دول قلة قلة. لهمش لازمة مشكلة. يعني والسؤال هنا كلمة انه قلة ده كلام غير مظبوط. ليه بقى؟ لأن مرة دخلوا الكنيسة كانوا مالوا الكنيسة، مالوا الكنيسة دخلوا يصلوا بعد الوقفة صور. دخلوا يصلوا بعد الوقفة مالوها، مالوا الكنيسة كلها. مرة شفنا ناس من كنائس تانية متضامنة معاهم، متضامنة معاهم في الوقفة. صح. ومرة شفنا تصريحات ان الواقفين دول حوالي 250 أسرة. والتوقعات اللي خدها الأنبا مارك للبابا وقال لهم ده افتقاد، وما طلعتش افتقاد بالعدد الهائل ده. الاستفتاء اللي احنا عملناه ده بين، وكمان الاستفتاء اللي احنا عملناه بين يؤكد شعبية الأنبا مارك وشعبية الراهب إبراهيم البراموسي. يبقى هذا الادعاء ايضا ادعاء مدحوضا ومشكوكا فيه وكذب علني. لو بيقول ان هم بيطالبوا بخروج اب راهب من ديره الى العالم، ايه يا جماعه؟ طب ما في رهبان كتير في فرنسا ما راحتش الاجورا يعني. السؤال هنا اشمعنى الراهب ابراهيم؟ طب وانت اللي مزعلك؟ انا عارفه وانت عامل على الراهب ابراهيم وعامل على خلاصه وفتح صفحتك لشتايمه وشتايم اللي معاه. كنت لسه هقولها، اي اخلاق بهي يعني بتتكلم عن هذا الكلام؟ يعني لما هما بيقولوا هما زعلانين ان الراهب عاد الى ديره ورجع من العالم للدير وزعلانين ليه؟ طب حقهم يزعلوا لانه كان نافع للخدمة بالظبط. 23 سنة كمان، 23 سنة وعمل انجازات رب اجيال. والانبا مارك قال تراب رجلي انا ما استهلوش. الانبا مارك قال كده يعني في حلقة موثقة صوت وصورة. وخلي بالك طيب لما هم خايفين عليه، هل الأنبا مارك والبابا خايفين بس على راهب إبراهيم ورجعوه، مش خايفين على الرهبان اللي في فرنسا كلهم في فرنسا كلهم اللي مخليينهم؟
يا سيدي بلاش في فرنسا في اي حته. يعني خلاص يعني ما كله كل واحد بيخدم في الكنيسه بتاعته، ما قلناش ليه بقى كل واحد كل راح يرجع لبيته. انتوا احكم من المجمع المقدس اللي قال اللي بيطلع رهبان، والبابا نفسه اللي بيطلع رهبان للعالم. البابا نفسه بيطلع رهبان، يا ريت يخدم الرهبات يا استاذ جرجس، وقال رهبات تطلع للعالم لتعديل المزاج. يعني ايه يا جماعه عايزين ايه تاني؟ بالصوت والصوره طبعا. يعني كتب ايه تاني بقى؟ صعبان علينا لما نسمع من هذه المجموعه كذبا وافتراء واتهامات كاذبه على الكهنه والاسقف والبابا والمجمع المقدس. تاني برضه تقول احنا ردينا عليه وافتراء. صعبان علينا لما البعض أيوة يطلب من ابونا ابراهيم عشان يقول لهم عيب احترموا الكنيسه، لكن ابونا يرد ويقول دي حريه شخصيه. طيب سؤال، ده عايزين عايز ابونا كمان يقول لهم ما تقفوش ما تخبونيش ما تعملوش حاجه. الشعب بتوع فرنسا دول او الثقافه اللي متربى عليها شعب فرنسا، ودي قالها لمين؟ زنق فيها حمد رزق البابا في صدى البلد. قال له يعجبك؟ يعجبك يطلعوا يتظاهروا؟ قال له يمكن ثقافته احرجه. البابا راح ايه؟ تراجع. يعني شفنا تعبيرات لغه الجسد كش كده. قال له يمكن ثقافته يعني قداستك بيعبروا عن رأيه. فهمين؟ يعني في مشكلة فعلا، في أزمة. في أزمة كملي. هو كان عايز يخلي أبونا إفرايم يقول لهم يقفوا فيقفوا. على فكرة ده بقى هفجر مفاجأة بقى، أبونا إفرايم كان هناك وهم كانوا لسه بيتظاهروا. تخيل يا أستاذ جرجس. بالظبط. أبونا إفرايم كان هناك وهم كمان كانوا بيتظاهروا عشان ضد اللائحة وضد اللجنة وضد حاجات كتيرة في الكنيسة قبل ما أبونا إفرايم ما يسيب فرنسا كمان. والسؤال هنا كمان، يعني أبونا إفرايم كان بس السبب. السؤال هنا. مشكلة فيلجويف دي، الناس دي قعدت أديلها ست سنين. الناس دي المشكلة دي أديلها ست سنين. والناس دي ما طلعتش غير لما استنفذت كل الطرق. بالظبط. ما قالوش إن هو سبب. البابا يسمع لهم ولا صح. ولا الأنبا ورد كمان. يسمع له. كتب إيه بقى؟ صعبان علينا لما نطلب من أبونا إفرايم إنه يبلغهم إنه مرتاح في ديره. إيه ده وهو ومش محتاج حد يدافع عنه وهو يرفض يكلمه. خلي بالك كشفت عن كف. ده معناه ان هم قالوا لابونا إفرايم اطلع قول لهم انا مستريح في الدير، مش محتاج حد يدافع عنه. مش محتاج حد يدافع. دي نشكرك يا جماعه. ايه يا جماعه اللي بيحصل ده؟ نشكر البابا، يعني عايزين يضغطوا عليه. ونشكر فيبيان، نشكر لأنبا مارك لأنكوا كشفتوا اللي حصل. كشفتوا اللي حصل فعلا. يبقى انتوا قلتوا له كان في ضغوط على ابونا إفرايم البراموسي، اطلع وقول لهم انا مرتاح في الدير. خلي بالك انا دلوقتي بتكلم بوثيقه، مقال منشور. أيوة في مصر. ايوه ما هم قال، ما هو ان قولوا له اطلع قول لهم ان انا مرتاح في الدير ومش عايز حد يدافع عني. ان انا مرتاح. طب ايش عرفكم انه مرتاح في الدير؟ يمكن مرتاح في خدمه المسيح بره، خدمه شعبه، خدمه الناس اللي اتشتتت وراحت الطواف الثانيه. عايزين يملوا على ابونا إفرايم. حد يدافع عنه. ياه. يعني هو مش شايفين ان هو مظلوم كمان؟ دي كارثه. ده هما كمان مش شايفين ان هو مظلوم. انت مش شايفه المشكله برضو. ايه المشكله هنا؟ بيملوا املوا على ابونا إفرايم، قالوا له اطلع قول ان انا مستريح في الدير ومش عايز حد يدافع عنه. قالوا له كده يا جماعه. اخبار يا جماعه. يعني هما في موقف صعب، في موقف ضعف. طبعا. احنا نشكر اعلام حمد رزق. صح. ده ذكي. لا ده انا كنت تايهه خالص على ده. صح. ذكي. ده احنا لسه هم فعلا في موقف ضعف لما يروحوا لحد عنده يروحوا له. يبقى هم عرفنا اللي حصل، ما ايه اللي. صح. تم مع ابونا. كواليس تمت. اللي تم في الكواليس يا جماعه ان ناس تبع للبابا والانبا مارك راحوا لابونا إفرايم وقالوا له عيب كده اللي بيحصل، اطلع قول للناس دي ان انا مستريح في الدير ومش عايز حد يدافع عني. اولا هو ما قالهمش ابونا إفرايم، ما قالش يعني هو ما قالهمش اصلا يقفوا. يعني ابونا إفرايم ما قالهمش اصلا يقفوا. ابونا إفرايم ما قالش للشعب ده اقف. وابونا إفرايم كرجل بيحترم الحريه مش هيقول لناس تقفوا وما تقفوا. ما ممكن يقول لهم ايه؟ ما هم برضو مش عايزين. خلي بالك، عارفه ده لو طلع وقال لهم ما تقفوش ده ممكن يقفوا اكتر. هم هيعرفوا ان هو مضغوط عليه. هم هيعرف، وبدليل ان هم هيعرفوا. يبقى هنا يا جماعة احنا بنفجر مفاجأة ان هناك ضغوط تمت على ابونا إفرايم البراموسي علشان المظاهرة بتاع فيلجويف تقف. ده معناه ان هناك رعب من التظاهرة جدا. شوف اللي جاي بقى. صعبان علينا لما ابونا
اللي الأصول إنه مات عن العالم ودخل الدير، إنه يسعى ويطلب من هذه المجموعة إنه يرجع تاني لباريس. طب هو أصلا بيكلمش حد؟ هوش عرفه إنه هو عايز هو بيطلب منه إسكت. طب ما يجيبوا أدلة. كلام غير منطقي. اسمع، لو في بيان أو الأنبا مارك عندهم أدلة دامغة ومصداقية يجيبوا الأدلة إن أبونا إفرايم قال للناس دي بس بوثائق اتظهروا علشان ترجعوني ودافعوا عني. معلش يا أستاذ جرجس، لو شفت الجملة دي والجملة اللي بعدها الاتنين متناقضين. تناقض عجيب. الاتنين متناقضين. ده خلي بالك، أصلي إن الإنسان اللي ما عندوش اللي صاحب قضية مش شريفة. هو بيكتب بيتناقض مع نفسه. بالظبط. بيتناقض مع نفسه. الظلم بيوقع الإنسان في تناقضات مرعبة. كملي. بيقول صعبان علينا لما ابونا يشوف البابا وأباءه الأساقفة وإخواته الكهنة يتم التجاوز في حقهم على رصيف وهو يسكت. طب ابونا إبراهيم خارج عن كل هو ابونا إبراهيم عمل ايه؟ تعالى سافر، خد شنطة هدومه وسافر، ما عملش مشاكل. ابونا إبراهيم لو كان يعمل مشاكل كان عمل، كان قال لهم ده ضغطين عليا وعايزيني امشي. بالظبط. كانوا سيجوا حواليه وكانت هتبقى كارثة. بالظبط. لكن خد شنطته بكل هدومه وقطاع تمثل بمسيحه وقطاع، عشان كده مش عارفين يجوا ناحيته. هيقولوا له ايه؟ ده قالوا هو في اكتر من يقول تراب رجليه، الاسقف يقول عليه كده مستحقش تراب رجليه. طيب بيقول ايه بقى؟ صعبان علينا لما ابونا خلاص دي، ويطالبونا بالحل اي حل يطلبوه. يعني ايه؟ ماشي. الكهنه يطلبون منهم ان يجلسوا معهم ليحلوا وهم يرفضون، الاسقف يرسل لهم كثير دعوتهم الى الحل والجلوس معهم وهم يرفضون. سلام. ايه هو الحل من وجهه نظرك؟ لا سيبك من الحل. طيب هنا بيقول لك الكهنة بيقول لهم تعالوا، هما اللي بيرفضوا. يرفضوا الأسقف قال لهم تعالوا. طيب ما حصلش، حتى لو حصل ان الأسقف قال لهم تعالوا، طب هما مطالبهم ان يكون دستور الكنيسة او اللائحة بتاع الكنيسة يشارك فيها الشعب. بالزبط. هل هو وقف على كده؟ بالظبط. غيرها مخصوص عشان ينفرد بالامور المالية والادارية في الكنيسة. هل هيوافقوا؟ هيوافق الأسقف لو اجتمع بيهم انه يرجع ابونا إبراهيم عشان نافع للخدمة والغلابة والمرضى والمسافرين والمغتربين والأرامل والأيتام والتعليم المستقيمة؟ هل هيرجعوا؟ مش هيرجعوا، مع انه قعد وكان بيخبط، قعد معاهم الأسقف وكان بيخبط على وكلمته هاي لما يجي حرمانات يدي حرمانات ووصفهم بانهم شرطين وعايز يشهد، يخلي ناس تشهد بالزور ضد ابونا إبراهيم. فحصل حاجات كتيرة يا جماعة. طيب شوف بقى يا أستاذ جرجس، والبابا كمان يطلب منهم من يمثل ليحل وهم يقابلون طلب البابا بالتجاوز على الرصيف والفيديوهات لديكم للتوثيق. فبيان بقى بياخد بقى أجزاء من الفيديوهات. كلمة 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 كده الفيديوهات قط كلمة كده يعني ممكن ياخد ايه كلمة بسيطها، لكن مش كلهم بيهتفوا. أيوة. ضد البابا وضد المجد. ممكن واحد، وخلي بالكم مركبين كاميرات بره وجوه، بره وجوه. ممكن يعني ناس او واحد او اتنين من مجموعة كبيرة بيتكلموا متضايقين ويقولوا حرام اللي بيحصل. ده غضب عادي، احنا بشر يا جماعة، احنا بشر، مع ان التجاوز مرفوض هنا وهنا. طبعا فاهماني، بس ده لا يؤيد بعض التجاوزات هنا او هنا مرفوضة. يعني بعض التجاوزات مرفوضة. بالضبط. فاهماني، بس هيقعد ازاي معاهم طالما ان هو رافض من مبدأ عودة ابونا ورافض من مبدأ تغيير دستور الكنيسة؟ وكمان هنا كلامه، احنا صورنا مع ناس قبل كده في مداخلات تليفونية، واحدة او اتنين قالوا رحنا وانتظرنا، رحنا مرتين كامل كمان واسبوع نتردد على المقر عشان نحط نبعت للبابا المشكلة، مفيش حد اشتغل فينا ولا استقبلنا لما عرف ان هما من فرنسا، ان احنا من فرنسا منعونا ندخل للبابا. يبقى مين؟ محسن فانوس قال انا بعت للبابا اكتر والناس بعت اكتر من بابا رساله على الفايبر. على الفايبر وشافها وعلى راضي الحل، يعني بيتصل بيها. ده يدل ان والمظاهرات دي صوت وصوره، مش في تحت مجهور. طيب بيقول ايه بقى؟ طب ازاي عايزين يجلسوا مع البابا وهم متجاوزين في حق قدرته؟ سؤال زيزك، سؤال ما يتقالش. يعني خلي بالك، ده يدل على مستوى التفكير السطحي لهؤلاء. ده يعني عايز يصبح كمان من الازمه، تسطيح الامور، الازمه نفسها. ازاي يطلبوا من البابا يحل وهم بيتجاوزوا في حقه؟ تجاوز ازاي؟ لما يطلبوا برجوع راهب يبقى بيتجاوزوا في حقه؟ لما بيقولوا القداسه البابا حل المشكله بيبقى تجاوزوا في لا حقه. بيقول ايه؟ ازاي عايزين يجلسوا مع البابا وهم على الرصيف؟ الرصيف؟ طب ما لو البابا
طلب وقال ييجوا وراحوا فعلا وهو رفض يقابلهم. طب ليه ما بعتش هو اسقف؟ طب فعلا. طب ليه ما بعتش هو اسقف؟ ما بعتش لجنه. ما بعت اسقف؟ ما بابا شو كان بيبعت. لا ده بعت لجنه ليه في استراليا. ليه ما بعتش؟ لم اصل استراليا بقى وصلت لكل المحاكم وفي حاجات كتير. لا وصلت لازمه كبيره طبعا. وكتب بقى إيه؟ ومع ذلك نحن نحبهم لانهم اهلنا واصدقائنا. أي محبه؟ أي يعني شايفه محبه اللي بيقولوا بيها دي. اما بالنسبه لرجوع ابونا لديره ايوه فهذا القرار كان لحمايه نفسه. حمايه نفسه. ثاني ثاني التي كادت تخسر الدير بتعلقه بالعالم. يا ده اهانه اولا. انت مين علشان خسرت نفسه؟ تتكلم. لا ثاني. ايش عرفك ان القرار كان علشان حمايه نفسه؟ انت مين انت علشان تقول؟ عارف عشان انت حد كواحد من الشعب تقول وعارف بواطن الامور وبتقول كان لحمايه نفسه. حمايه نفسه منين؟ اطلع قول لنا حمايه نفسه منين. وكمل الجمله تاني عاديها. بيقول اما بالنسبه لرجوع ابونا لديره فهذا القرار كان لحمايه نفسه. ايوه. وتاني. التي كادت تخسر الدير بتعلقه بالعالم. ثانيه. كادت تخسر الدير بتعلقه من العالم. يعني انت خايف على ابونا ومش خايف على كل الرهبان اللي عارفه ان في رهبان كتير في خارج الاديره وبيعمل اسقاط لحاجه بس مش عايز اقولها. وتهاونه مع مجموعه تهاجم الكنيسه. ايوه. وطلق التهم بالكذب والافتراء فتهاون ابونا معهم كاد يخسره نفسه عشان ابونا واقف مع الشعب الكنيسه. خلي بالك هنا هو بيعمل الأنبا مارك. خلي بالك اللي كتب الرساله دي الأنبا مارك. ايوه طبعا باينه خالص. الأنبا مارك يرى في نفسه من الكنيسه ويرى في قداسة البابا انه الكنيسة، وهذا الكلام ضد تعليم الكنيسة وضد قوانين الكنيسة، لان قوانين الكنيسة بتقول ان الكنيسة هي الشعب وهي الاكليروس وان والمجمع المقدس. وبالتالي هم ما طلعوش يهاجموا، ده طلبوا بحقوق مشروعة. طبعا من امتى بتكون المطالبة بحقوق مشروعة هجوم على الكنيسة؟ ده الناس دي بتطلع وبتدافع عن الكنيسة وبتدافع عن الوطن وبتدافع عن البابا نفسه. يعني ازاي طلع يفتدى عليه سيد النهضة؟ طلعوا دافعوا عن الوطن وشجعوا قالوا نشيد بقرار البابا في موضوع سيد النهضة. طيب ازاي الراجل ده الأنبا مارك يا أنبا مارك الكلام اللي بتقوله ده عيب لا يليق أبدا بأسقف انه يغسل أدمغة البسطاء بكلام كله مطحود او يعني كلام آخر كله يفتقر للمصداقيه. اخر جزئيه. فلولا خروج هذه المجموعه على الرصيف تهاجم الكنيسه لكان ابونا وسطنا الان. ثانيه. طيب قبل المجموعه دخلت الكنيسه خرجت امتى؟ من سنه. طيب ما المشكله دي لها 6 سنين. ما كانوش بيخرجوا ليه ما فضلش موجود؟ لا ده كمان ده كانوا خرجوا قبل كده ساعه رسامه الاسقف ما كانوا رافضينها على كرسيه. احنا بنتكلم عن الازمه بتاع ابونا فراي. ازمه ابونا فراي الوقوف دي اللي على الرصيف من سنه. لكن هم قبل السنه ما كانوش بيخرجوا. كان في ازمه ما كانش بيخرجوا. ليه مشوه بقى؟ ما دام انت بتقول لولا. فنحن شعب الابرشيه نحب ابونا جدا ولكن نحب كنيستنا اكتر ونحترم قراراتها. فين قرارات الكنيسه دي؟ انتوا قدمتوا اكبر صوره سيئة للكنيسة حول العالم. ناس بتتكلم دلوقتي بتقول شوفوا الأسقف بتاع باريس مع احترامنا الكامل له، شوفوا الكهنة اللي مع الأسقف اللي ما اتكلمتش كلمة على الراهب قضى معهم 23 سنة وكأنه شوفوا الأسقف اللي هدم مذبحين شوفوا الأسقف اللي زور تاع يعني وفقا لكلام الناس تاع زور توقيعات. زور توقيعات وطلب من محسن فانوس انه يشهد ظهور. هل الكلام ده ضد الكنيسه او محبه في الكنيسه؟ استاذ جرجس يا جماعه كلام لا يليق. المقال ده لا ثانيه واحده. اتفضل. المفاجاه ايه بقى؟ الجمله الاخطر في المقال كله في الرساله كلها اللي كتبها في بيان. هم وقعوا نفسهم بنفسهم فعلا. او ربنا كشفهم على حقيقتهم. فضل. هم بيفكروا ازاي بالظبط؟ استاذ جرجس اخر جمله بقى في اللي بقى كتب ايه بقى؟ والا كان كل مجموعه لها طلب تتظاهر لتنفيذ طلبها ولن تصبح وقتها كنيسه.
يعني لو كل مجموعة طلبوا من هما يتظاهروا نفذنا الطلب بتاعها هتبقى فوضى بقى، مش تصبح كنيسة. خلي بالك هو هنا الكلام ده مش كلام واحد على فيسبوك واحد، لا 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 لا، ده كلام البابا. ومين يعني احنا لو نفذنا المجموعة دول؟ اسمع، ده كلام البابا ولمبا مارك. بيقولوا يا جماعة احنا لو حلينا المشكلة دي بالتظاهر بتوع باريس، طبعا البابا عارف ان فيه غضب شديد ضده، يعني غضب شعبي ضده، يعني ممكن تنطط يعني احتجاجات شعبية ضده. في برشيات كثيرة، لان في برشيات فيها اخفاقات كثيرة بدعم من قداسة البابا، احترامنا الكامل لقداسة البابا. بالتالي بيقولك لو حلينا المشكلة دي بالتظاهر مش تبقى يبقى الناس دي هيخاف من اللي بعد كده بقى، هيطلعوا يقولوا مش معنى طب احنا نطلع نتظاهر. خلي بالك الكلام اللي بيقوله ده كشف عن نواياهم، وكشف عن نواياهم، وكشف ان في خوف بالظبط، وكشف كمان عن حاجه ضد الواقع. ان اللي عنده مشكله سواء هتتحل مشكلته او مش هتتحل هيتظاهر، بدليل انه مهم مشكلتهم ما اتحلتش وبيتظاهروا سلميا وبطريقه يعني فيها اصول مسيحيه، يقول لك لا احنا مش عايزين ال فهماني. وبالتالي هم كشفوا عن ان هناك خوفا كبيرا ورعبا من يعني صمت الكنيسة على حل المشكلات أو قداسة البابا. هي دي الحتة الفيصل اللي قالوا دي الفيصل. احنا مش هنقدر يعني من الآخر، احنا لو 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 خدوا مشكلة، لو هم النتيجة بتاعتهم جابوها بالتظاهر، يعني رجعوا أبونا عن طريق التظاهر الشعب ده، لا احنا كنيسة بقى، ده بيقولش تبقى كنيسة بقى، أي حد عايز حاجة ينزل. ليه ده البابا إياه؟ طب معلش يا أستاذ جرجس، قبل نهاية الحلقة برضو هقول الرسالة التانية، المقال التاني برضو بتاع الإعلام الكبير حمدي رزق، كان بعنوان بعنوان إلى البابا توادروس، وده كان بتاريخ 23/10/2021. قبل المقال ده قبل المقال ده على طول، ده يا جماعة كان نشره، كان رسالة بعتها أحد أبناء كنيسة فيل جويف، وهو أحد أبناء أبونا إبراهيم البراموسي، بعتها للإعلام حمدي رزق ونشرها كده زي ما هي. كتب ايه بقى؟ عندما طرحت على قداسة البابا توادروس الثاني، ده المشكلة من الأول. هو العنوان اسمه إلى البابا توادروس. ماشي، كتب ايه بقى؟ عندما طرحت على قداسة البابا توادروس الثاني مشكلة باريس، وعد بالحل ورتب وعد قلوب الواقفين على رصيف كنيسة ماري جرجس في باريس، ومضت قرابة العام حتى تلقيت رسالة مهذبة من السيد محسن عبد المسيح، هو محسن فانوس، من أبناء الكنيسة الذين يقفون على الرصيف من أجل عودة القمص إفرايم البراموسي إلى كنيسته، اعرضها على قداسته. ثانية بقى، هنا هنا الإعلامي حمدي رزق ذكي، بيقول انا كنت عامل حوار مع البابا ووعد بالحل. وعد بالحل والوعد، اصل ما فيش يا جماعه الوعد جينا عليه. خلي بالك موضوع اخبطوا دماغكم في الحيط ما لا تصلح في حل المشكلات، والبابا قالها قبل كده لما فور جلوسه على كرسي ماري ماركوس، كان في الدير، كان عامل حوار مع واحده، قالت له ايه رايك في موضوع التظاهر؟ قال لها تظاهرات والكلام ده، قال لها ما فيش حاجه اسمها هي كده يعني كده، لازم يبقى فيه خد وهات بالظبط. هو نفسه اللي قال كده. طبعا المشكله بقى ان هو ما بينفذش كلامه. لا ممكن في مواضيع مواضيع لا يعني. بيقول ايه بقى؟ يقول محسن سمعت عن طريق بعض الاصدقاء والمعارف ان المؤمنين المسيحيين يعتبرون ان المالك على قلوبهم هو الله السماء وحده، وهم ايضا يحترمون الدرجات الكهنوتيه بدرجات عاليه. خلي بالك بيقول ايه، بيحترموا ده ضد الكلام اللي كتبه في بيان بالظبط، ولكنها متفاوته التقدير ممن يرون من تصرفات بعضهم. يعني في لو في تصرفات خاطئه مش ملائكه يعني رجال، ولذلك فانهم يامنون بحريه الراي والتعليق على ما يشعرون بانه مخالف او غير مطابق لما في اعماقهم من الايمان، وهذا يحتم عليهم ضروره النقد بل الاختلاف في وجهات النظر طبعا. لبعض رجال الدين المسيحي سواء في الشكليات او حتى في عمق الايمانيات التي يتطرق اليها بعض الاقباط داخل مصر او خارج مصر، وهذا يفتح الطريق للحديث عن الملف الفرنسي وبالتحديد باريس، فمنذ ما يقرب من 7 سنوات والامور بالذات حد 7 سنوات. خلي بالك 7 سنوات يعني، والتظاهر كان امتى؟ من سنه. طب ليه ما حلش قبل كده؟ مع ان في بيان بيقول في الرساله في المقال اللي بعته لو ما كانوش اتظاهروا كانت اتحلت. طب ما كانوش بيتظاهروا من 6 سنين بل تتفاقم بين فصيل من ابناء الكنيسه المتعايشين في جو ما يجمع بين الثقافه والايمان العقيدي،
الذي كبروا عليه، وأيضا احترام المجتمع بكل قواعده الأساسية وحرية التعبير والرأي الآخر حتى لو كان مخالفا تماما للرأي الشخصي. والنتيجة الحتمية وجود فصيلين من أبناء الجالية القبطية في باريس، الأول ينتمي إلى الفكر الحر والملتزم ويؤمن بالاختلاف والنقاش وطرح الأمور بشكل شفاف، ولكن استبعد تماما لأنه فصيل غير مرغوب فيه من قبل الأنبامر. الأسقف مش عايز الفصيل ده. والفصيل الثاني الذي يدعمه الأنبامر هو فصيل السمع والطاعة دون النقاش أو تفكير، وأصبح هل أنت معي أم مع الآخرين؟ أنت معي ولا مش معي؟ الغريب أن هذا الفصل والانقسام أصبح بين أبناء البيت الواحد والعائلة الواحدة، لدرجة أنه أصبحت هناك طريقتان مختلفتان في الممارسات الطقسية لمن ينتمون إلى الأسقف وغير المنتمين إلى الأسقف. ويؤكد ذلك أيضا ابتعاد أو إبعاد خدام مدارس الأحد من الجيلين الثاني والثالث بحجج مباشرة أو غير مباشرة أنهم كانوا يخدمون مع الأب الكاهن الذي تخلص منه الأسقف يعني ليرجعوا لمصر. يعني فيما معناه أن أسقف باريس نيافة الأنبا مارك أي حد بيخدم قضى على كل أزرع وكل الناس اللي تبعه أبونا إبراهيم زي ما عمل قداس البابا تودروس، شال كل أبناء البابا شنودة، شاله بالضبط نفس الفكر. والبعض يقول أن الأسقف أتى ليشتت أبناء الكنيسة القبطية الباريسية لأنها كانت منارة معروفة في كل بلاد المهجر العالم دلوقتي لاستقبال كل المصريين وعلى الأكثر المرضى المسيحيين وغير المسيحيين. والبعض يقول أن الأسقف يتبع منظور فرق منظومة فرق تسد ومن هنا يجب أن نتطرق إلى استبعاد الراهب القمص إفرايم البراموسي الذي شهد له كل أبناء الجالية من الأرثوذكس وغيرهم من أبناء الوطن، سواء بحبه لهم وتفانيه لإسعاد كل من كان له طلب يمكن أن يوفره له، أما بالوعظ أو بالاهتمام النفسي أو حتى بالعطاء لم يختلف على بذل محبته شخصين. طبعا. ومن الغريب وغير المتعرف عليه في المجال الديني أن الأنبا مارك حاول بل يستمر في محاولته لتشويه صورة الأب إفرايم عند كل أبناء الجالية بإدعاءات ليس لها أساس من الصحة. خلي بالك الدليل على كده الإدعاء اللي نشره في بيان في المقال الأخير أو حتى بطلع. التأويل أو أدلة مغلوطة لكي تنتشر أولا بين أهله وعشرته، والكثيرين منهم طيبوا القلوب لكي يعتبرون أن ما يخرج من فم الأسقف كأنه منزل من السماء. في ناس يعني غلبة وآخرون ينقصهم الفكر التحليلي والمقارنة بعيدا عن الانتباهات الشخصية التي يدير بها الأنبا مارك الإبراشية باريس. وإن ولا نريد الدخول في تفاصيل، نتمنى أن تنظر قداستكم بعين الحكمة إلى هذا الأمر. قداستكم وعدتم من قبل بأن تحلوا مشاكل باريس، فهل نتوقع تدخلكم قريبا؟ شوفوا حتى الإسلام خلي بالك هل هنا هاجمهم؟ ما هاجمش حد خالص يا جماعة. لو قارننا بين المقال ده والمقال ده شوفوا الفرق بقى. محسن بيذكر بأدب أنصار الأنبا مارك، بيكلمهم بأدب وحتى ده بيشتمهم في بيان بيشتمهم في المقال الأخير. أنتوا تجاوزتم وبيشتم كمان وبيشتم كمان أبونا إفرايم من تحت الحزام بالتلميح بيشتمه وبيحرض عليه من تحت الحزام. يعني الكنيسة أكبر من أي من راهب، لكن يعني معناه الكنيسة أكبر من راهب. اختزل الكنيسة في الأسقف والبابا وافترى على أبناء كنيسة فيلجويف واتهمهم أنهم بيهاجموا المجمع، مع أنه يعجز أن يجيب دليل أنهم هاجموا المجمع. يعجز عجز المجمع. معلش، هو قال في بيان في الرسالة بتاعته، قال ان هم شعب الكنيسه يعني بتوع الالاف بتوع الانبا مارك بيقولوا احنا بنحترم القرارات. اين هي القرارات اللي بيحترموها؟ طب ما يطلعوا القرار، طب ما يطلعوا القرار ده عشان نعرف. يقولوا قرار ايه بقى اللي انتوا احترمتوه؟ خلي بالك منين انتوا بتقولوا ومشيتوه بقرار، ومنين انتوا بتطلبوه ان هم يقول لهم ما حدش يقف؟ انت فاهم؟ طب ما يطلعوا القرار، مش مش في قرار. لا احنا دلوقتي طب عايزين ليه هو اللي يقول لهم ما تمشوش؟ العلامه حمد رزق قال للبابا ايه؟ رمى الكره في النهايه في الملعب، في ملعب البابا. قال له احنا واثقين، خلي بالك في ايد امينة، هو مشاهد العالم على البابا. احنا واثقين في ايد امينة، مش هتجامل لا ده ولا ده. ده اختبار للبابا، اختبار لقداسة البابا المقال ده. هل هتحل الموضوع بانك مش هتنحاز لده ولا ده وتحل بالحق والعدل وتتمثل بسيدك، لانه حاطط في مقدمة المقال باركوا لعنيكم وكذا وكذا، بيحرجوا حتى لو دول أساءوا ليكم، حتى لو ما أساءوش طبعا.
وانا هنا بدأ بالايه وانا هنا اوجه لقداسه البابا اللي هو سايب ان الكنيسه في فيلجويف او الشعب حتى لو واحد حاله عين يا الشعب يتفتت ويتشتت وينقسم. هنا قداسه البابا احنا امام وقائع. اسقف يعني مع احترامنا الكامل له له اخطاء تعليميه لاهوتيه يعني مر كان بيلبس التاج وهو بيقرا الانجيل واتهم يعني هاجم المدافعين عن الايمان هاجمهم اللي بيدافعوا عن ايمان كنيستهم هاجمهم هو ليه حاجات كتيره بالصوت والصوره يا استاذ وقال احنا بنقضي فتره عقوبه على الارض. الكلام ده المفروض اللجنه المجمعيه او لجنه الايمان والعقيده المجمع المقدس يا استاذ جرجس هيجتمع شهر 11 اهو احنا هذه الحلقه نقدمها ايوه للجنه الرهبنه بالمجمع المقدس. الدنيا بتضيع في فرنسا وطلعين سوري في مقال اللي هو اللي نشره الانبا مارك على لسان فيبيان وبموافقه البابا تدروس طلعين يغيبوا البسطاء ويموهوا على البسطاء صح ويقولوا كلام غير صحيح احنا اثبتنا انه غير صحيح. اللي بيقول لك 15 واحد قال لي واقفين فاهمني اثبتنا بالادله الدامغه انه غير صحيح. الرساله هنا اللي وجهها للمجمع بقى للمجمع اللي بيحصل في كنيسه فيلجوي في فرنسا تشتيت الرعيه. الاسقف وصف نفسه انه كاردينال قبل كده على صفحته كاردينال وده ضد تعليم الكنيسه. الاسقف الناس كلها تشتتت قسامات في البيت الواحد ناس هربت لطوائف تانية ناس هربت لطوائف تانية راح طوائف تانية هدم مذابح إهانة راجل خدم 23 سنة من أبناء البابا شنودة إهانته ورمي متعلقاته. هل كل ده مش مفيهوش محاسبة يعني هل كل ده كل ده مفيش أزمة مفيش أزمة طب ما يطلعوا القرار ويقولوا عمل إيه وإحنا ننشر القرار بالظبط بس بالأدلة الدامغة بالظبط ونتمنى ان المجمع يتدخل فعلا هنا اوجه لقداسة البابا ولنيافة الانبا مارك قانونين او بعض قوانين الرسل قوانين الرسل اللي هي لازم البابا يطاحها لو ما طاحهاش يقع تحت طائلة العقوبة الكنسية هو نيافة الانبا مارك بيقول لك ايه بيقول لك القانون 37 ماشي في الباب الثاني من قوانين الآباء الرسل القديسين بيقول ايه اذا قسم اسقف قسم يعني ترسم في يعني لما نيجي نقرا قوانين الرسل لما نلاقي كلمه قسم يعني ترسم تمام اذا قسم اسقف ولم يعز ويخدم او يهتم بالشعب الذي دفع اليه فليفرق يعني الاسقف اللي ترسم وما يوصش الشعب بتاعه ولا يهتم بالشعب اللي ربنا أوكله نفس كل واحد منهم فليفرق يعني يعاقب يفرق عن الكنيسة يبعد عن الكنيسة. ده ينطبق على الأنبا مارك لأن الشعب في فيلجويف تشتت تمام فليفرق إلى أن يعص وهكذا القسيس أيضا والشماس ده في صفحة 34. القانون 40 في الباب الثاني من قوانين الآباء الرسل القديسين بيقول لك بقى أيما أسقف أو قسيس إذا تغافل عن واحد معوث من الإكليروس ولم يواسه بما يدفعه له لحاجته فليفرق وإذا دام متغافلا فليقطع كقاتل أخ وصف قوانين الآباء الرسل وصفت الإنسان اللي يتهاون مع شعبه أو مع الإكليروس سواء قس أو أسقف حتى لو واحد يعني معوس أو غلبان يقطع تمام يا أستاذ جرجس أنت قلت قوانين الرسل وإحنا عرضنا عليكم كل مشكلة من أول إحنا كنا معاكم فيها وبالفيديوهات المتوثقة ومن صفحة فيبيان كانوا بيقولوا ايه وبيشتموا على اخواتهم ازاي بيقولوا لاخواتنا واصدقائنا وكانوا بيشتموا شتايم يعني لا طليق بقى اولاد ربنا اصلا الناس تقال حطيها وانا كمان يعني عاش يا استاذ جرجس احنا عرفنا من فيبيان ده هو اب كاهن واستغل اسم مستعار علشان يهاجم شعب هو طالع يتكلم فيه اسم مستعار احنا عرفنا الاعلام الحمد لله اسمه محنا صادق واحنا عرفنا الحته دي وناس كتير اكدت هذه المعلومه لكن
تقريبا هو مش عايز يعلن هويته، يعني مش عارفه ايه الفكر عنده، يعني ما يقول انا يعني اصلا هيقول ايه اب كاهن بيعمل كده في اب كاهن زميل لي. احنا خلي بالك احنا نوجه رساله لاباء الفاضل، اباء المجمع المقدس الكنيسه، خاصه ان ميعاد انعقاد المجمع المقدس قرب خلاص، قد اقترب لجنه الرهبنه والمجمع كله يهتم بموضوع فيلجويف في استراليا وكندا وامريكا، ونقول لهم الشعب اتشتت، يعني خدوا قرارات، عايزين قرارات، خاصة ان اسقف باريس او قداسة البابا يعني في قوانين اتحطت ان الراهب لما يخرج من الخدمة سنة ممكن يرجع تاني، وقعد يرجع سنة. تاني لازم يعني الراهب اللي بيخدم بره يرجع سنة يقضيها في الدير عشان يرجع تاني خدمته، ويرجع خدمته فين بقى كده. البابا بيكسر هذا القانون اللي وضعه البابا اللي اتوضع في بواسطة المجمع المقدس في التسعينات. تمام، أيام البابا شنودة. أيام البابا شنودة. تمام. وليه بقى الكلام ده؟ وليه مشوا الراهب إفرايم بس ومشوش الباقي؟ ما خلاص بقى احنا قلنا القرار ده اتطبق على ده وما اتطبقش. قلنا ان هي جت متفصلة عليه. يا جماعة اللي بيحصل ده أمر لا يليق، وعيب يحصل في كنيسة، وربنا شايف وعارف وبيغير الأزمنة والأوقات. نتمنى ان مشكلتك تتحل على خير. اشكركم شكرا جزيلا، تحياتي، اشوفكم في حاجه جديده.